بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن الصيام. نحن الآن في شهر رمضان، الركن الرابع من أركان الإسلام صيام رمضان. على من يجب الصيام؟ يجب الصيام على كل مسلم، عاقل بالغ، يعني كبير ليس بصغير، يعني بلغ 15 سنة أو يكون قد يعني نزل منه المني، هذا معناه بلغ قبل 15 سنة. أو ظهر الشعر الخشن حول القبل. أو المرأة تكون حاضت. ويجب الصيام على المستوطن خرج بهذا المسافر. المسافر الأفضل له أن يصوم ما لم يشق عليه. والمستطيع على الصيام لابد يصوم، لكن الغير مستطيع مثل كبير السن أو المريض هذا لا يصوم لأنه يضره الصوم. والتزيد المرأة بأن لا يكون عندها حيض أو نفاس. نعم، إذا كنت مسلم وبالغ وعاقل ومستوطن غير مسافر ومستطيع على الصيام، والمرأة ليس عندها لا حيض ولا نفاس، لابد أن نصوم.